4 سنين وحسن زيتون عم يدور على ولاده بعد ما اتهم أمهم طليقته بخطفهم وإخفاء أي معلومة حول مكان تواجدهم. الصبح مثل العادة أنا يومية برحلة عندهم ما بلاقيهم بالبيت، بتلفلن على تليفونهم بلاقي تليفونهم مش بالخدمة. الدولة لقيتها إما هي متواطئة إما هي جبانة وخيفانة وإما هن مش أهل للمسؤولية. أخذت سيارة تاكسي وصرت أبرم بالمناطق وفتش على أولادي. بيقول حسن إنه سلك كل السبل والطرق القانونية والإنسانية بدون ما يلاقي أي أثر لأسماء أولاده عند الجهات الأمنية لناحية مغادرتهم الأراضي اللبنانية، وما تردد بمراجعة فعاليات بعلبك الهرمل والمرجعيات الحزبية للاستفسار عن أي معلومة حول أولاده لكن بدون جدوى. طلعت لعند العشائر على البقاع، كمان صرت أبرم على العشائر وقصدوا أهليتها وخاصة بيها، وبيها على طول يحلف لهم والله العظيم ما بيعرف عنا شيء، وهو اللي بيعرف عنا كل شيء، وهو ومرته اللي تواطئوا على خطف أولادي. أنا جاهز للمحاكمة، أنا هلأ نصيت رسالة لفخامته وحقرب له إياها على قصر الجمهوري ليتابع قصة أولادي ويرجع لي إياهن هو. ولنوقف عند وجهة نظر أهل الزوجة أمنا بالاتصال فيهن. خطفت الأولاد على أنت صحفي ولا مؤخرة مثلا؟ خطفت الأولاد من واحد كان بده يقتلهم ويقتلهم؟ بعد ما سمعتوا الاتهامات اللي وجهتها أختها توجهنا لصديق عائلة حسن علوان مشيك للاستفسار. أنا اللي بعرفه عن حسن زيتون إنه بحب أولاده، وما مش ما بفتكر إنه قبل ما سمعت إنه صار كان في مشاكل دعاوى وحرق وضرب وإلى آخره، ما كنت أسمع هالموضوع أبدا. بعرف إنه بس صار عملية الطلاق بس. هلا إذا حسن هو بين واحد بولاده، إذا بيستغلوا كلمة منه، حسن هو طبعه يعني طبعه كتير بدي أقول بالتعبير إنه كتير نقي، بيعصب دغري أو كذا، بس قلبه طيب كتير يعني. أسباب كتيرة ممكن تدفع أحد الشريكين لحرمان الآخر من الولاد، علما إنه هالموضوع هو مثار جدل طويل بين مؤيد ومعارض. وبعد ما سمعنا شو قال حسن، شو هي الأسباب اللي دفعت بالأم لتخفي أطفالها عن أولادهم؟ رح ناقش هذا الموضوع مع حسن نفسه معنا بالستوديو، ورح يكون معنا كمان السيد رفيق شلالة مستشار رئيس الجمهورية بمداخلة، كونك وصلت الموضوع لحد رئاسة الجمهورية. يبدو أنه بهالأربع سنين عملت كثير محاولات حسن مع أكثر من جهة للوصول إلى مكان الأولاد. أكيد أنا عملت جهد كثير كبير، ولا أزال أنه أنا عم تابع هذا الموضوع مع كل حدا بحس أنه هو ممكن أنه يقدر يحصل على شيء. نعم. اتجاه أولادي ليرجع لي إياهم. ليلة اللي اختفوا أنت كنت مطلق أصلاً من زوجتك؟ أنا مزبوط كنت أنا مطلقة. نعم. لكن أنا كنت مخليها ببيتي أنا. نعم. والقاضي الشرع كان مانعها أنها تكون هي بالبيت مع الأولاد. بس أنا لأنه الأولاد صغار والأولاد صاروا يبكوا، قلت لها بتبقي أنت مع الأولاد وأنا بصير نام برات البيت. نعم. تاري هي أخذت مجدة بأثنائها أنه هي تبقى بالبيت بالليل مع الأولاد لحتى لي تتفرغ هي لغرامياتها يلي علاقتها بواحد قصة. إيه بس هذا شيء شخصي، ليش عم بتفوت فيه أنت دغري بالمباشر؟ يعني هي هي كيني عم بتخطط لهالشيء لتاخذ الأولاد. كنت قديه صار لك مطلقة؟ هي يعني وقاعدة ببيتك كان قديه صار لك مطلقة؟ كان ما إلي يعني أنا كان إلي 7 شهور بالضبط أو أقل. وهي خطفت الأولاد. 7 شهور مطلقة وهي قاعدة ببيتك وهي خطفت الأولاد بعدها. بالضبط. صار شيء مباشرة قبل عملية الخطف مثل ما أنت مسميها؟ صار مشكل مباشر؟ حسيت إنه في شيء رح يكون مش طبيعي؟ حكيت عن فرش ظهرته من البيت هي؟
ما كنت حاسس بأي شيء أنا من هذا القبيل، يعني عفش بيت أو غيره. هذا اللي حصل فجأة خلال ساعات. نعم. خلال ساعات حصل، لأنه لو حاصل قبل أنا وسارة وعلي كل يوم، وأنا وسارة وعلي كتير أصحاب وكتير أصدقاء. كنت قديش صار لك متزوج؟ كان إلي 16 سنة أو 17 سنة. حكيت عن حسابات على الفيسبوك لأولادك، حكيت معهم؟ لا ما حكيت معهم. طب كيف واحد بشوف حساب لأولاده على الفيسبوك وما بيحكي معهم؟ الحساب لأمهم ولا لعشيقة. هن ما عندهم حسابات لأولاد على الفيسبوك؟ لا. أكيد؟ هلا هونيك ما بعرف إذا عندهم، بس لي أنا أكيد يعني سارة وعلي لو عندهم أي شيء باتصال أنا على يقين إنه بيتصلوا فيي. قد إيه عمرهم سارة وعلي هلا؟ يعني هلا علي صار عمره بالعشرة وسارة بال13. يعني في إمكانية يتصلوا فيك لو هلا؟ أنا ما بعرف أنا شو اللي صاير مع سارة وعلي هونيك، شو الحكم اللي هني موجودين فيه، شو ستريس اللي هني عايشين فيه، أو شو الكلام يلي مثل ما بنقول نحن بالعربي المشبره، شو اللي حاشينه براسهم للأولاد اتجاهي أنا. بس أنت قلت شغلي كمان، حكيتك على التليفون قلت لي أنه الأولاد بمعنى كتير صادقين، أن أولادك يعني بيحكوا الأشياء مثل ما هي، وقلت لي أنه لما كانوا عم يسمعوا الحكم بكيوا كتير ومعلقين كتير بأمهم، أنه معقول حدا يتعلق بأمه إذا أمه منا منيحة معه؟ أم ما كانت مش مليحة معه، وحتى معي أنا ما كان عندها مشاكل معي. يعني أنا مع أمهم ما كان في أي مشكلة، ولا بذكر أنا بحياتي في كلمة ولا أو أي، يعني ممكن يحصل بين رجل وامرأة ببيته أي شيء، يعني مرة مهذبة، لكن أنا وياها ما في هيدي اللغة إطلاقا. وحتى يعني أنا لما طلقت كنت لما أنا وصلن على البيت وطلعن بالأسنسير، لما أتركن أنا بالليل وبدي فل، صرت أحلف له يمين لابني علي إنه أنا دبرت شغل بالليل، ما عاد فيني أنا نام عندكم. يعني أنت كنت تحطهم بالبيت وتفل وترجع تشوفهم كل يوم حتى برات البيت، تتركهم لحالهم بالبيت مع أمهم يعني؟ أكيد. نعم. شو بتشتغل حضرتك أستاذ حسن؟ أنا كنت سابقاً أشتغل بتجارة السيارات. نعم. وهلأ مبدئياً عملت كافيه لحتالي أرجع أستمر. طيب. يعني شغلي هلا الاساسي صار الكافي. حكيت شغلتين عن زوجتك، يعني قلت انه هي مهذبه ومحبه لاولادها وبحياتها ما طلع كلب سلبيه منها، مع انك انت عم تجرب تربطها هلا بخبريه ثانيه ما قلنا علاقه فيها طالما هي طلقت. يعني حضرتك وصلت لرئاسه الجمهوريه بهذا الموضوع بخطوه يمكن كثار من الحالات اللي مثلك ما صح هلا توصل لانها لهالمحل هيدا. معنا السيد رفيق شلالة مستشار رئيس الجمهوريه على الخط. مساء الخير. مساء الخير استاذ رفيق. قضيه حسن بشو يعني مختلفه وصلت لهون ولا يعني قرروا نوعا ما انه تساعدوا فيها؟ الحقيقه طبعا استمعنا للشكوى وللقضيه اللي طرحها الاخ حسن، وفخامه الرئيس طبعا تبلغ وقائع هال القصه اللي رواها بصرف النظر عن مضمون ومدى يعني التفاصيل اللي تحتاج الى ربما تدقيق. لكن اللي بقدر اكد لك بما انه فخامه الرئيس اوعز الى الدوائر المختصه متابعه هالموضوع مع الجهات المعنيه وصولا لمعرفه مزيد من الملابسات حول هالموضوع. نعم. ومحاوله مساعده إذا كان الأمر يقتضي ذلك. أستاذ رفيق، حضرتكم لما تفوتوا بقضية يعني فيها مسألة عائلية وانفصال وفي تفاصيل كتير أحيانا ما بنكون مطلعين عليها، هل بتجربوا تعرفوا كل الأطراف شو وجهة نظرها؟ أنا قلت لك أنه بصرف النظر عن هالملابسات اللي بحاجة لتدقيق، لكن في شق إنساني بالموضوع. سنحاول من خلال توجيهات فخامة الرئيس وعبر الجهات المعنية متابعتها حتى يعني نقدر نحصل على التفاصيل أكثر ونشوف إذا في إمكانية مساعدة بهذا الموضوع. الأخ حسن وجه نداء لفخامة الرئيس، فخامة الرئيس يستجيب لكل النداءات التي توجه له،
وانطلاقا من مسؤوليته الأبوية إذا صح التعبير، هو يهتم بكل هالقضايا. نعم. علما انه القضايا العائليه والقضايا الشخصيه دائما بيبقى في لها ملابسات معينه تحتاج الى توضيح. نعم. لانه نحن سمعنا وجهه نظر واحده. نعم. نحن بنشكر مداخلتك معنا وبتامل انه توصل للرئيس كمان رساله من نساء البلد ومن رجاله، وأن المواضيع اللي لها علاقه بالزواج والطلاق عم بتروح على محلات كثير معتمه، لانه في امور كثير بحاجه لاعاده نظر. يا ريت هذا المسألة، بعرف انه في خصوصية لكل طائفة بهذا الموضوع، بعرف انه في محاكم شرعية، بس اللي بنعرفه كمان انه احنا واصلين على ازمات كتير كبيرة، وانه في كتير من اللا عدل بحسم هذه القضايا بدون ما نفوت بالتفاصيل، بس وصل له هالرسالة كمان بلسان الكل. انت بتعرفي مع انه الامور الاحوال الشخصية في لبنان تخضع لقوانين مختلفة، ما في قانون موحد للأحوال مزبوط الشخصية. مزبوط. لذلك هذا أمر عم بيؤدي أحيانا إلى بعض الأمور اللي لابد إن شاء الله تتعالج، وبيكون في مساواة في التعاطي. نحن على كل حال نشكر اهتمامكم بهذا الموضوع، وأملنا أن يكون في كمان نوع من التورط الإيجابي بكثير من القضايا الإنسانية، إن كان لصالح النساء أو الرجال، بالمواضيع اللي ما عم تنتهي بموضوع الانفصال. أنا بدوري بدي أتشكر الأستاذ، وبدي وجه كلام لفخامة الرئيس. نعم. أنا بتشكره وبقول له أنه أنت بينا وأنت عماد لبنان. نعم. وأنا أملي فيك كبير، لأنه أنا مظلوم من هذا الموضوع، وأنا يا فخامة الرئيس بدي بنتي يلي هي عرضي وشرفي ما بدي تكون مع أي شخص غيري أنا. تتحميها أنت حسن ما هيك؟ أكيد لأحميها. لأنه صاروا علي وقرايبين صاروا علي. نعم. بيعرفوا قديش أنا حنون عليهم، وقديش أنا كنت حميهم، وقديش كنت أنا عطوف معهم. طب ليش ما في تواصل بينك وبين أهلها؟ يعني إذا عم تحكي بإيجابية، لقلك ليش كان في تواصل مع أهلها؟ أهلها أنا مسؤول عن كل كلمة بدي أقولها. أي حدا منهم إلو عندي شيء يطلع يواجهني ويقابلني ويفوت معي على أي محكمة بده إياه. أنا عشان هودي بتجدن لأولادي ما بدي كون مني موزوم بكلامي. كير حسن مرق بالروبورتاج كلام لأختها أنه أنت هددتها بالقتل. شو رأيك بهذا الحكي؟ أول شغلي أختها كلامها منه دقيق. هودي جماعة منه دقيق ولا منه مزبوط؟ منه مزبوط. يعني كذابين. يعني دجالين. طيب. لأنه أنا كانوا أولادي يعبدون عبادي أكثر ما أنا أعبدهم. هودي جماعة كذابين بدهم يستروا عن العار تاعهم. أي عار؟ ما هي المرأة مطلقة. قبل الطلاق هن بيعرفوا شو اللي عم بقصده أنا. طيب. طلعوا فيي بيا لطليقتي طلعوا حتى عيني. كيف علاقة أهلك فيها؟ كيف علاقة أهلك فيها لطليقتك؟ علاقتي فيهم مثل ما علاقتهم هن معي. أهلك أنت بطليقتك كيف؟ كيف؟ أهلك أنت كيف علاقتهم فيها؟ أهلي أصلاً من أول يوم ما بيحكوا معي. ليه؟ من وراء طليقتي. من وراء طليقتك أكيد؟ لأنه أهلي ما بدن إياها، لأنه عرفوا شو مشكلتها. طيب بيك بيقول أنه بحسب ما طليقتك بتقول، وصلنا معها، بتقول أنه بيك كان بيرفع دعوة عليك لأنه أنت ناصب على العيلة، عيلتك أنت حتى. وبيقول أنه في أرض تسوى 200,000 دولار، بعتها ب 8,000 مشان القمار والسبق. وبيقول انه يعني العلاقه بيك نفسه رايح يرفع دعوه عليك بس طريقتك ما وافقت امام كل الناس، والحجز في حجز على بيتك لانك غرقان بديون وبتورط بالقمار، وفي شتم واهانه بالشارع لمطلقتك ولبنتك حتى، وفي ملف عن مصرف لبنان بيحكي عن شمع احمر وعن تعاطي كمان بالفوائد مع عصابات، وفي مار ورهن، وفي نصب من على أهلك نفسهم. أهلي اللي قالوا هذا الحكي؟ أهلك كانوا رايحين يرفعوا دعوة عليك و... إنه هني اللي قالوا هذا الحكي؟ هيدا من مصدر له علاقة بزوجتك، من زوجتك بالأحرى هذا الكلام. في أرض مزبوط بتسوى 200,000 بعتها ب 8,000؟ هذا الحكي أمام الرأي العام، عفش البيت وأمام الدولة. عفش البيت بعته أنت ب 600 دولار قلت لتصلح سيارتك يا حبيبتي، قصت أولادك بالمدرسة لهلأ منه مسدد، حق فرش بيتك من جالوري ريا لهلا محجوز. هيدا الحكي كله البيت شمعه بنك لبنان والمهجر بالشمع الاحمر بواسطه فصيله درك المريجي،
هذا الحكي كله فيه تهديد بالقتل حتى لزوجتك ولولادها يعني. هودي جماعة كذابين وهودي من بطنهم هودي الحكيات، وأنا مسؤول عن كل كلمة بقولها. هذا الحكي كذب وافتراء، وليسدوا على العار تاعهم هودي بيتوا هيدا الكذاب. بس هلا الصريخ ما بجيب نتيجة، يعني إذا نحن جبنا هيدا واحد كذاب، هيدا فينا نعم، هيدا واحد كذاب عم بيطلعوا هيدي الإشاعة علي ليغطوا العار تاعهم. أنا لا بلعب قمار ولاني سكرجي ولاني أمرجي ولاني نسوانجي ولاني خريج حبوس ولا عامل مشكل بحياتي بأي منطقة على أرض لبنان، والدولة اللبنانية حاضرة وموجودة وبتعرف حسن زيتون مين هو، وكل أهل ضيعتي بيعرفوا أنا مين، وكل أصدقائي ببيروت بالعاصمة بيعرفوا أنا مين، وهودي قرطة كذابين قرطة دجالين يعرفوا بنتهم من كانت متجوزة قبلي أنا، وهن اللي خافوا النطور يلي شهد عليهم أنه هن اللي إجوا أخذوا عفش البيت. هودي الكذابين الدجالين يلي أنا مسؤول عن كلامي. حدا بده يهرب فاضي ياخد عفش بيت معه يعني. هن اللي باعوا العفش وهن اللي سرقوا الذهبات. هودي الدجالين الحقيرين. طب انت أنا مسؤول عني، أنا كل كلمة بقولها أنا مسؤول عني، وأنا وياك بالمحاكم، وإذا بتثبت علي كلمة واحدة يا واطي، إذا بتريد أنت على التلفزيون، أنت أحقر بني البشر وأنت أوسخ بني البشر. أنت اللي سرقت لي ذهباتي، سرقتوا لي مصريات شقتي، وأنت اللي بعتوا عفش بيتي وخطفتوا ولادي يا كذابين يا دجالين، وأنا وياكم لآخر لحظة بعمري، وأنا بواجهك بالمحاكم وبواجهك بكل إثباتات، وثبت علي أي كلمة قلتها يا كذاب. حسن أنا أشرف من بني الشرف، أنا أكرم من بني الكرم. حسن أنت فتحت محلك بالضيعة. طيب من وراء عفش بيتي وذهباتي ولا حسن، أنت كنت حطيت زوجتك وولادك بالبيت وكنت تترك البيت كل يوم عشية، لأنه كان في ناس عم يجوا يطالبوك بمدفوعات معينة والبيت كان أعطيني كان مرهون. أنت ببيتك نفسه وعدك هلا بنفس البيت بعدها؟ أنا تارك البيت. ايه؟ أنا قاعد مستأجر بشارع الجاموس. خليك محافظ على أعصابك معلش. أنا بشارع الجاموس قاعد مستأجر. طيب يعني أنت أنا مستأجر. هني خير هو اللي منع التحرية ياخذوا الكاميرات ليعرفوا مين اللي أخذ عفش البيت ومين اللي تآمر على الأولاد وأخذهم. يعني أنت حسن مش متورط لا بقمار ولا بسبق ولا بضرب لمرتك أنا هودي هودي ولا بضرب ولا بضرب. خليني أخلص الجملة اتفضل. بعدين عم تقول لي حبيبتي وتعيط علي طول بالك. يعني أنت منك متورط لا بقمار ولا برهونات، ولا عندك مشكلة مع مصرف لبنان، ولا عندك مشكلة مع بنك لبنان والمهجر، ولا عندك مشكلة مع جاليري ريا، ولا عندك أي رهونات أو أي مشاكل، وما ضارب مرتك وما ضارب بنتك. إيه أو لا؟ إيه أو لا؟ هودي جماعة كذابين. إيه أو لا؟ وهودي عم يفتروا. طيب ولا أوكي. طيب أوكي خلص. ما حدا له عندي فرانك. هودي جماعة كذابين عندك دجالين. عندك مانع انا بحياتي مش شربان انا عندك مانع انه حدا يتاكد من هول المعلومات يتاكدوا في ما لي علاقه طيب بحدا. طيب وساره وعلي ولادي بدي اياهم باي طريقه هن بدهن اياها، بدهن اياها يرجعوا بالمحبه اهلا وسهلا، بس اقسم برب ساره وعلي اذا ما بيرجعوا لي كل واحد قام بعمل بده يتحمل مسؤوليته. نعم. وانا مسؤول عن كل كلامي. قل لهم لا بي ما بيحكي معي ولا قل لهم. طيب علي مصاري؟ ليه بيك ما بيحكي معك؟ قل لهم لا ما بده بنتك. ليه بيك ما بيحكي معك؟ مين كانت مجوزه قبلي؟ ليه بيك ما بيحكي معك؟ لانه كانت مجوزه قبلي حدا. طيب اوكي، وعلى 16 سنه ضل ما يحكي معك على هذا السبب؟ نعم ولا يزال. طيب على كل حال حسن، احنا متامل انه هذا الموضوع وقتنا انتهى. قرطة عصابي هاو وقتنا انتهى. نحن على كل حال على امل انه هذا الموضوع ينتهي لما في صالح الاولاد، وبضل بحق لك كبين اكيد تشوفهم وتقرر مصيرهم مع امهم، وعلى امل يكونوا الاولاد يعني محميين ومستقبلهم واضح. ونحن جاهزين على كل حال نرجع نسمع وجهه النظر الام مباشره او حدا من طرف الام بشكل مباشر، وموضوع صار عند رئاسه الجمهوريه سيتابع.